السلام عليكم. ده شوف ازاي نعمل اورثو جرافيك دروينج من هنا. اجي هنا اقول له نيو دروينج، ابدا اختار الاسم بتاعي، اختار الاسر، البروجكت بروبرتيز، الفولدر هيبقى موجود فيه الحاجات، التمبليت بتاعي هيبقى موجود فين. طيب بعد كده هلاقي يفتح لي هو الاورثو فيو، اقول له نيو فيو، فبيقول لي اختار اللوحه اللي انت عايزها. خلينا نختار مثلا اللوحه ديت. تمام، تبقى شوف انهي لوحه اللي انت حاسس ان انت محتاجها في الشغل، اللي المدير محتاجها. هي بالشكل دوت. تمام، طيب خلينا نلغي البيبر شيف دلوقتي. هنا اقدر احدد الجزئية اللي انا عايز افحصها. تمام، اللي انا محتاجها تظهر معايا اهي. لان ممكن يكون في بامب روم كبيرة وانت مش محتاجها كلها، انت محتاج جزء منها. هنا بتحتاج بقى تقول مثلا عايز من التوب، اتحكم في التوب، عايز الاورس كيوب بتاعك يبقى منين. تمام، ده 3 دي موديل سيكشن. وبعد كده لو انا عايز اتاكد ان هو هيقضي في الصفحه فبقول له بيبر تشيك، فيبدا يجيب لي اللي اوت او الباندا بحيث اتاكد ان المقاس مظبوط. تمام، هنا علامه القطع للبايب سيمبل، اقول له اوكي، يبدا يظهر معايا هيتحط بالشكل دوت. اقدر بعد كده اقول له نيو فيو واختار فيو اخر. تمام، او اقول له انا عايز ادجست فيو، اختار الحاجه اللي انا كنت عاملها قبل كده، بس هو المره فاتت كانت من التوب، هقول له المره دي هبعتها لي من الرايت، او هاتها لي ايزو فيو شمال شرقي هكذا، يعني يبدا يجيبها لي 3 دي. طيب خلينا دلوقتي خلينا من اهل اليمين، واقول له اوكي، بيبدا يعمل لي كرييت للاورثو جنريشن. وفي اي وقت حصل تعديل وانا التعديل ده بيظهر عندي، المفروض بيظهر بس لو ما ظهرش باجي اقول له ابديت فيو، فبيعمل ابديت للفيو بحيث يجيب لي اخر التعديلات الموجوده. اقول له انا عايز بقى المره دي الشكل دوت، الفيو نيم لو انت عايز تغيره. وعندك كل الامكانيات ان انت تعمل انوتيشن، تعمل كتابات في قلب اللوحه، تحط دايمنشن في قلب اللوحه زي ما انت عايز.